في ايه لامنه بروبريه، لامنه بروبريه مليانه بالالاستيك فايبر. بعد كده ماسكولوزا، الماسكولوزا دي تلات ايه لير، انر لونجوديودينال اوتر لونجوديودينال وميدل ايه سيركولر. تمام كده. بعد كده طبقه ادفنتيشيا، انا هعيد تاني على فكره، هعيد تاني للاخوه اللي مش مركزين، مليانه بالالاستيك فايبر. بعد الفاس ديفرنس، الفاس ديفرنس اهو بيجي يتحد مع السيمينال فيزيكال دكت ويعطيني ايه الايجاكيولاتوري ايه دكت. الايجاكيولاتوري دكت دي عباره عن ايه؟ عباره عن سيجو ستراتيفايد واللامينر بس، مفيش سيجو ماشي، مفيش سيجو ومفيش سبوز مصر. يعطينا جدول، يعطينا جدول نكتب فيه الكلام ده. اروح انا مقسم لك الخلايا الدكت اللي بيمشي من خلالها ايه؟ الديسيز الى ايه؟ الايه؟ الاجزاء الاتيه. انا قلت لكم الاغنيه لما كده ولما تقولوش يعني هو في ممثل مصري لو الفيلم بتاعه موجود معانا هنحط كل افلامه. اي وقت بيجي الفيلم بتاعه لازم لازم اتفرج عليه، لازم اشوفه مع ان انا حافظ كل افلامه. هو نجيب الريحان. فنرجع للضغط تاني، هقول لك الضغط اللي بيمشي فيها السبيرم لحد ما يطلع خالص بره ايه الجسم خالص. تمام. هنقسمهم الى ايه؟ جزء انترا تستيكولار يعني داخل التستس ماشي، واكسترا تستيكولار واكسترا تستيكولر. الانترا تستيكولر هقول لك كده من اول ايه؟ من اول كونفليوتد بارت مش هنسميه دكت، الدكت اللي هي تيوب لايك. من اول ايه؟ تبيولي ريكتي. صحيح كده؟ ماشي؟ قلنا التبيولي ريكتي هنعطيها دي رقم واحد. ماشي؟ تبيولي ريكتي لايننج ابسيليم، هقول لك كده الابسيليم، ايه تايب اوف ابسيليم؟ سمبل بيوبيكال. عليه سيليا؟ لا. عليه سيليا؟ عليه مايكروفلاي؟ لا. سيمبل كيوبيكال بس، لا عليه سيليا ولا عليه مايكروفلاي. ماشي؟ ماشي كده يا شباب؟ ماشي. طول ما انت في الانترنت السيكولر اروح حاطط لوس كونكتيف تيشيو ومايويد ايه مصر مايويد سيل. تمام كده؟ واضح؟ طيب تبيول ريكتي سيمبل كيوبيكال ابسيليم، تحت الابسيليم ده في لوس كونكتيف تيشيو ومايويد سيل. تاني واحدة في الضغط اللي بيمشي فيها السبيرم ناحية الخارج. تمام؟ ها؟ ريتي تيسس. ماشي؟ الريتي تيسس دوت ايه؟ سيمبل كيوبيكال ابسيليم سيمبل كيوبيكال عليه مايكرو في اللاي. ماشي. طول ما انت داخل انتراتستيكولار تيسس اروح منزل الكلمتين دول لوز كونكتيف تيشيو والمايويد سيل. ماشي. بعد كده فازا افرينشيا دي داخل التيسس، بتبدا من داخل التيسس فبنسميها داخل انتراتستيكولار فازا افرينشيا، دي رقم ايه؟ 3. تمام. من اسمها انا قلت لك افرينشيا فيها اف، اقول لك فيها فيستوند فيستوند ايبيسيليم. ايه هو الفيستوند ايبيسيليم؟ اروح ارسمها كده عشان ما تنساش. تول كولابنر سيليتد لو كولابنر ايه نون سيليتد. تمام كده؟ ماشي؟ طيب هنا في لوس كونكتيف تيشيو لان انا داخل انترنت السيكولر، ده رقم 3 في الانترنت السيكولر. 3 دول مستمرين ايه معايا؟ لوس كونكتيف تيشيو ومايويد ايه سيل. واضح؟ واضح. طيب اكسترا تستيكولار خرجت خارج ايه الديسس. تمام. احصل ايه وانا خارج مايوت سيلز دي هتبدا تتحول الى سموث ماسل. لو كتبت الاثنين هنا ايه نحسبها لك ايه صح، المايوت سيلز تبدا تتحول الى ايه سموث ماسل. تمام. طيب انا خرجت خارج ايه الايه الديسس. تمام. فيها ايه؟ احنا نسينا نكتب دول من 10 الى ايه 20 واحده. هنا وش الفازا في فين؟ اي فازا في ستون دي بيسيلي اللي هو تول كولابنر سيليتد ولو كولابنر نان سيليتد.
عارف انا عايز اسهلها تصعب ولا ايه؟ لا ماشي دكتور. الاكسترا تيسيكولار، اكسترا تيسيكولار في عندي الايبيديديمس، ايبيديديمس ماشي. الايبيديديمس دوت عباره عن سينو ستراتيفايد كولامينر سيلياتي ايفيسيليم ويز استيرو سيليا، يعني سيليا لا تتحرك تمام. بعد كده ايه في كونكتيف تيشيو، كونكتيف تيشيو تمام، وسموز ماسل. طول ما انت خارج الديسس اكتب سموز ماسل خلاص كده تمام. خارج الديسس في سموز ماسل عشان تعمل بروبايل موفمنت عشان تزوق السبرم ايه يخرج بره. بعد الايديمس في باز ديفرنس او الداكتس ايه ديفرنس. اللايننج بسيليم هو دوت سيب السلفات كلها من سيليتي بسيليم سيب سيليا هو نفسه واضح؟ واضح تمام؟ طيب تحت الابسيليم الكونكتيف تيشيو تبدا تظهر فيه الاستيك فايبر. السموز ماسل قال لك السموز ماسل بتعطيني ثلاث طبقات في الفاز ديفرنس تمام؟ اول طبقه بتبقى لونجوتيودينال، ثاني طبقه ميدل اي سيركولر، ثالث طبقه لونجوتيودينال. عشان هم كتير كده ثلاثة سمين دولة ماسكولوزا ماسكولوزا واضح؟ واضح. وهنا فوق دي الإبسيليم وإيه الإلاستيك فايبر دي هسميها إيه ميكوزا. وتظهر طبقة تالتة فيه أدفنتيشيا مليان بيه إلاستيك فايبر. الفاز ديفرنس ده من الأشياء المهمة. خلي سؤالك إيه بالله ماشي؟ الالاستيك ايه الفاز ديفرنس ده من الاشياء المهمه اللي بيعملوا بيه ميل ستيريليتي او الميل كونتراسيبتيف. يجي الدكتور يروح رابط الفاز ديفرنس خلاص بس طيب تمام. في الهند بيعملوا ميل ستيريليتي بيربطوا الفاز ديفرنس تمام. وانت داخل تعمل عمليه الهرنيا ماشي، تعمل عمليه ايه افتاء يعني او فك لواحد، تروح انت ايه ناسي كده وانت شغال في السبرماتيكول، تروح رابط ايه الفاز ديفرنس، روح رافع عليك قضيه ودخلك السجن او يقتلك ما لهاش ماشي تمام. فالفاز ديفرنس من الاشياء ايه المهمه اللي انت ايه تخلي ايه بالك منها. خرجنا من الايبيديديمس، الايبيديديمس بيبقى موجوده كده ليه هيد وباضي وتيل تمام. وبعد كده ايه فاز ديفرنس تمام، يمسك مع السيمينال فيزيكال داكت او يتحد مع الداكت حق السيمينال فيزيكال ويعطيني ايجاكيولاتوري ايه داكت. ايجاكيولاتوري ايه داكت دي فيها ابسيليم اسمه سين ستراتيفايد كولامينر ابسيليم نو سيليا، اكتب له كده نو سيليا ها نو ماسل. واضح كده شباب؟ بعد كده الميل يوريسرا والميل يوريسرا هناخدها في بلوك الايه؟ اليورينال تراكت ان شاء الله تمام كده؟ واضح كده الضغط اللي بيمشي فيها السبرم لحد ما يخرج بره؟ اكتبهم كده في الجدول عشان تبقى عارف ايه الاستراكشر ايه حاجتهم. وضحت؟ واضح. من الجدول وذاكرهم من الجدول عشان ما يلخبطوكش عشان ما تتلخبطش. وضحت؟ واضح. طيب حلو الكلام. ناخد سؤالك اخويا ناخد سؤالك. هذا عباره عن ثلاثه لايرز. اسمع الفاز ديفرنس يا شباب كل ما انت تكبر، يعني مثلا ايه يجي ايه الوالد الله يطول في عمره ماشي، لو واحد والده يعني بلاش انتوا، لو واحد والده عنده مثلا ايه مليار ايه ريال، مليار عنده عقارات وعمارات وبيوت وابيض واراضي وشركات ومحلات والدنيا هايصه يعني اشياء كتيره تمام. تيجي انت واخوك او هو يعني واحد واخوك كمان بعد وفاه الوالد يقول احنا لا يا عم نقسم عشان دي اشياء كتيره واحنا بندوق. بص الباص ديفرنس بدات تبقى اشياء كتيره، بدات تحصل في الاستيك فايبر تحت الابسيليا. هنا الابسيليم هو نفسه الفاز ديفرنس نفسه حاجه الايبيديمس سيدو ستراتيفايد كلها من سيليت الابسيليم والسيليا ستيرو سيليا يعني ما بتتحركش، هو نفس الابسيليم بس ثابت عليها ايه في الاستيك فايبر تحت الابسيليم اشياء زياده اهي. اروح اسمي الابسيليم مع الاستيك فايبر ميكوزا تمام. طيب الماسل لير اللي كانت سموث ماسل في الابسيليمس بقت عباره عن ثلاث طبقات انر واوتر لونجيتيودينال وميدل سيركولر، فبدات ثلاث طبقات كتيره فراح سماها ايه ماسكولوز تمام كده لان سموث ماسل بقت كتيره تمام. طيب وفي طبقه ثالثه الادفنتيشيا اللي فيها ايه الاستيك فايبر تمام. يبقى ايه الباس ريفرنس فيه ثلاث اشياء، والباس ريفرنس دايما من الاشياء ايه المهمه اللي ايه محل سؤال انه ليه ايه
ايه ابلاي. احنا لما نيجي نحط لك اختبار بختبرك في الاشياء اللي انت طالب دكتور على سيره دكتور اشتغل جراحه واشتغل بطنه واشتغل في الاشياء دي، فاختبرك في الاشياء اللي انا عايزك تفضل حافظها طول عمرك اللي هي ايه من الاشياء الباس ريفرنس. ممكن اربطك سؤال في الشورت ايه سيكوينس في الشورت بيكتشر بقول لك ايه الباس ريفرنس مثلا يعني ماشي، اربطك ايه اي حاجه ان اي كيو نسالك على الباس ان سي كيو اس بي تمام. فمن الاشياء اللي انت المفروض ان انت ايه داخل اختبار او عمرك كله ما تنساها ايه الباس ايه ريفرنس تمام. طيب ده سؤالك انت يا اخويا خلاص. ايجاكولاتري داكت عيد بس ايجاكولاتري داكت عايزك تحفظ فيها ان هي فيها سيستمات فايل كلها من الاكسيليم وما فيهاش ايه سيليا نو سيليا نو ماسل تمام كده ماشي. طيب سؤالك يا وائل ترى كده تنتج في المايوميتري المايوميتري اللي هي تكون من ثلاثة سموث ماسل سارميكوزم واللي هي ايه لونجوتيودنال بعد كده السرطان ايه فاسكولاري سيركولار وبليك بعد كده ايه سوبرا فاسكولاري اللي هي ايه لونجوتيودنال دي سموث ماسل في الباس ريفرنس. بص يا شباب هو وائل يعني لفت نظر لشيء مهم دايما وانا بذاكر وانا طالع فاكتب الاشياء المتشابهات زي بعض مثلا ايه الفالوبيان تيوب فيها ايه انر سيركولار اوتر لونجوتيودنال الفاجينا انر سيركولار اوتر لونجوتيودنال صحيح تمام سموث ماسل. طيب هنا الباس ريفرنس في انر لونجوتيودنال وميدل سيركولار واوتر لونجوتيودنال ما زي المايوميتري بتفيها انر لونجوتيودنال هي السرطان السابيكوزر وميدل سيركولار اند اوبليك اللي هي بتعمل ايه شيب حوالين البلاد فيسز تمام مثل ناس سرطان ايه فاسكولاري واوتر لونجوتيودنال اللي هي سميناها ايه سرطان سوبرا ايه فاسكولاري كانوا ايه كانوا نفس التركيب كده واضح مش عارف انا كده جاوبتك ولا لا. طيب استنى في سؤال انتراسيكولار داكت انا كنت كتير في تبيولري طيب وفي ريدي ديستس وفي فاز افرنشي عايزهم كلهم ولا واحده بس تبيولري الابيسيليوم اللي كان استراتيفايد ابيسيليوم وكان ايه سيرتولي سيل هنا هيبقى سيل بالبيوبيكال ابيسيليوم ماشي حوالين منه اللوس كونكتيف تيشيو اللي هي الاشياء اللي حوالين الكونفليوتد بارت لوس كونكتيف تيشيو ومايول سيل قلت لك طول ما انت داخل التيسس انترا تيسيكولار حط المايول سيلز مع اللوس كونكتيف تيشيو ماشي كده يا شباب واضح؟ واضح واضح. طيب في حد كان ليه سؤال نعم مربعات دول احنا سمينا دول ماسل لاير زياده كتيره تمام فسميناهم ماسكولوزا لان هم عباره عن ثلاثه لاير. احنا بنعرف الباس ديفرنس يا شباب ان الماسل لاير حجمه ايه كبيره تلاقي قسمه كبيره كده من ايه من الماسل هنعمل زي واحد من الناس واحد من الناس اسمه فيلم مصري مش عارف اتطبق معايا افلام واحد من الناس بيقول لك ايه واحد من الناس دوت اخويا في الفيديو بيقول لك انا المايوميتريم ما المايوميتريم دي ده نسيج عضلي تمام ولسه فاكرين الصوره بتاعت المايوميتريم فتلاقي فيه ماسلز كتيره كده تمام فدي اعرف ازاي ان هو مايوميتريم والطالب يعرف ازاي ان ده مايوميتريم اقول لك في ماسل ان ديفرنت دايركشن سموث ماسل ان ديفرنت ايه دايركشن تقعد ايه حصل فيها سموث ماسل ان ديفرنت دايركشن موجوده وين في المايوميتريم بس اللون ده دي هذه هو الماسكولار انر سيركولار واوتر لونجيتودينال وميدل ايه سيركولار انر اند اوتر لونجيتودينال وميدل سيركولار. حد ليه سؤال يا شباب في الافاد حد ليه سؤال نعم 24 نعم نعم 20 و 20 انا في الصور والشيء على الصور هيوضح ان شاء الله ايه اكتر.